حكام الفرصة الحلقات الأولى الأوديشنز هتشوفوهم أيضا في الحلقة القادمة اليوم الأربعاء المقبل الساعة 9:30. كريم أنت كنت معانا في هنا الشباب قبل كده، شايف الفرق بين الستارت أبس أو بين الشركات إزاي؟ هل حاسس ده الكلام ده من 3 سنين، هل حاسس أن هناك فرق في طريقة التقديم، في التفكير، في الأفكار، في طبعا يعني الستارت ابس بقوا ماتيور او بقى عندهم كبروا بالظبط، بقوا ناضجين اكتر، بقوا عارفين يعني ايه يعملوا الليفيتر بيتش زي ما حسن كان بيقول. الوقت كان اقل بكتير من ربع ساعه، ما كنا 5 دقائق التايم فريم اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع الستارت ابس، والتارجت بتاعهم كان الليفيتر بيتش. قبل كده ما كانوش فاهمين يعني في السيزونز اللي فاتت ده ما كانش مفهوم، ويعني ايه اقدم فكرتي في دقيقه ونص ولا دقيقتين وازاي وهشرح امتى. المره دي في بالفعل ستارت ابس كتير جدا من اللي تم اختيارهم يعرفوا يعملوا فيري سوليد الليفيتر بيتش. هل ايه المشروع اللي جذب انتباهكم بشكل كبير؟ حسيتوا انه ده مشروع اول يوم؟ ايه اول يوم؟ اول يوم انا مالناش دعوه، في واحد خد 91% وواحد خد 92%، اللي هو ده بتاع الايه، مواصلات، سيركل باي، ده بتاع ايه؟ مدفوعات وداتا اناليتكس. ليه بقى رنا؟ بصراحه يعني انا ممكن معلجنا في موضوع سيركل باي، بس انا كان عندي نظره اخرى بتاعي الخاصه بفكره ان احنا شايفين كتير قوي شباب طالع بجرادويشن بروجكت عايز تحوله لمشروع. دي كانت حاجه ملموسه قوي، فكره ان قولي تاني كده، شباب طالع من الجامعه احنا عاملين جرادويشن بروجكت، عاملين جرادويشن بروجكت يعني مشروع تخرج بالظبط، عايزين يحولوه لمشروع. كتير قوي منهم ستارت اب اسمها جونو، او اللي هي هتبقى ستارت اب اسمها جونيو، طالعه من ستودنت اكتيفيتي او نشاط طلابي، عايز يحول فكره مشروع اللي هو اشتغل عليها في الجامعه تبقى مشروع وهادف للربح، وغيرها من مشروعات تانية هنشوفها فكره ان هي بقت كانت مشروع تخرج، وبدل ما هو بقى مشروع تخرج محطوط. انت حاسه ان ده مش صح؟ ده حلو جدا، ده بيدي رساله قويه قوي ان الستارت اب خلاص بقى بس فكرة مشاريع التخرج مش مشروع سكيلبل، مش مشروع قائم على دراسه. مفيش، بصي في الصناعه دي ما تقدريش تعممي ومفيش قوانين. صح اللي حضرتك بتقوليه ده زي ما تقولي كده الاغلبيه. يس. بيطلع بقى فلاتات هي اللي ممكن تبقى يعني زي المشروع بتاع جونو ده رائع الحقيقه، وانا قلت وانا جيت اتكلمت معاهم بعد كده كمان وقلت لهم يعني انتم محتاجين تعملوا الخطوات الفلانيه علشان فعلا تحولوه بقى المشروع تجاري وتطلعوا بقى من قصه السوشيال. ليه المشروع اللي خد 91% اعتقد سيركل باي؟ اي ثينك هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يجيب داتا، اكبر عدد داتا، ويعمل اناليتكس عليها، وبعد كده يقدر يساعد بيها شركات فور اكزامبل الشحن ان هو امتى تروح توصل المنتج بتاعك. جاب statistics قد ايه بيحصل مرتجعات، وقد ايه ده كوست على الشركات، وقد ايه لما هو بيوفر لهم ان فور اكزامبل ما تروحش المكان ده غير من الساعه كذا لكذا، ده هيوفر لك قد ايه. فهو بيحل الاكزيستنج مشكله حاصله، بس كمان بيحلها بحاجه مش موجوده دلوقتي، وبيستخدم التكنولوجي اللي هي الفيوتشر بتاع كل حاجه. زي محتاج يبقى عنده معلومات كتيره يعني بيبقى عنده. طب ما هو الـ الفترة اللي جاية فترة اللي بيسموها البيج داتا، المعلومات الكبيرة، وهو كمان له امباكت كبير قوي على كل حاجة في الاقتصاد. يعني انت بتتكلمي في الكربون فوت برينت والاستهلاك الوقود وكل حاجة.